اهلا بكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. اهلا بكم حبايبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الوحده اللي احنا نفذناها وقلنا هننفذها على هيئه كوستر. لو احنا محتاجين كوستر ولو محتاجين مفرش هنعمل منها وحدات ونشبكها في بعض. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نشبك الوحدات دي مع بعض بطريقه مبسطه وسهله جدا جدا، بحيث ان انت لو حابه تعملي كل وحده منفصله لوحدها وتعملي مجموعه كبيره من الوحدات وبعد كده تقعدي تشبكيهم في بعض، هيكون الامر سهل جدا بالنسبه لك. تمام. ان شاء الله احنا هنشبك الوحدات دي. انا شبكت جزء اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده، اهو دول مع بعض ودول مع بعض، وخليت الجزء دوت علشان خاطر اوريكم الطريقه بتاعته ازاي هنشبك الجزئين دول. هو نفس اللي انا شبكته هنا وشبكته هنا. تمام. فكل اللي احنا هنحتاجه في الموضوع ده ابره التنظيف بتاعتنا العاديه خالص او ابره حتى خياطه تنفع، ولون الخيط اللي هنشتغل بيه اللي هتوصلي بيها يكون من نفس اللون الخيط. تمام كده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنلضم الابره بتاعتنا. زي ما قلت لك انت هتعملي الوحدات، كميه الوحدات اللي انت محتاجاها للمفرش، اوكي، وبعد كده تبتدي قصه التشبيك دهيت. هنعمل ايه؟ هنيجي كده هنقلب المفرش على الخلف كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وهاجي هنا اهوت اثبت بس الابره بتاعتي في تحت الغرز كده. علشان خاطر ما تفكش. يعني هي الطريقه دي طريقه كويسه وطريقه بتبقى نظيفه. بعد كده اهوت هنمشي الابره لغايه لما نوصل. احنا فاكرين ان الوحدة بتاعتنا كان فيها غرزة البيكو فوق، هنطلع كده هنوصل بالابرة لغاية غرزة البيكو بالشكل ده. بعد كده هدخل جوه فراغ البيكو نفسه وهاخد اول ضلع، وهاجي للوحدة التانية وهاجي برضو في الفراغ بتاع البيكو، وهاجي اعدي الخيط كده من هنا، وقبل ما اقفل الدايرة دي هبتدي ادخل الابرة بتاعتي فيها واشد الخيط كده. تمام. هكرر تاني كمان مرة بان احنا دخلنا الخيط كده، وبعدين ممكن تلفيها مفيش مشكلة، او تعملي نفس الفراغ، هي نفس الموضوع مش مختلف. تمام. وانا هعمل كمان مرة كمان تالتة، اوكي، وهوريكي كده. انا سحبت الخيط على طول، وقبل ما اقفل هتبقى قدامي الدايرة دي، هعدي الخيط منها بحيث ان انا هأمن الشغل بتاعي. وكده انا كده خلصت اول تشبيك عندي في الوحدة. زي ما حضراتكم شايفين كده اتشبكت بطريقة نظيفة وبطريقة سهلة جدا جدا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي هنحاول نعدي بقى الخيط كده. انت طبعا لو عايزة تفصلي الفتلة ممكن تقصيها بالمقص وتفصلي الفتلة، ولكن انا هدخل جوه الخيوط كده علشان خاطر اوصل لفراغ الوحدة التانية. كده انا دخلت على البتله الثانيه اللي عليها الدور في التشبيك، وما شدش الخيط بتاعي، اخلي الخيط كده مريح بحيث انه ما ياثرش على شكل الوحده بتاعتي. وهنا كده هطلع تاني زي ما قلت لحضراتكم، شايفين ادي غرزه البيكو اهي، وصلت فوق عند راس البيكو كده، شايفين حضراتكم اهي البيكو اهي عندي واضحه اهي. تمام. هدخل الخيط كده جواها وهاجي قدامها، اخلي بالي بس كده افرد قدامي الوحده علشان خاطر ما اشبكش في حته مختلفه. انا هنا بشبك في الجزء دوت هنا كده، هاجي برضو فوق كده في البيكو، واجي اسحب الخيط
وزي ما قلنا قبل ما نسحب الخيط خالص عندي الدايره دي، شايفين حضراتكم اهي واضحه، اهي واضحه. هاجي اعدي بس الخيط كده من جواها علشان بس انا بامن الخياطه بتاعتي بحيث ان هي ما تفكش في اي وقت من الاوقات. هنيجي كمان نعمل كمان مره بالشكل دوت، وقبل ما اشد الخيط لاخره هاجي اعمل ادخل الابره كده جوه الغرزه. قطعت مني معلش، ده اللي انا كنت بقوله ان هي لازم نشبكها كويس علشان خاطر ما فيش مشكلة. عندي انا هقطعها خالص وهبتديها من اول. ادي الخيط اهوت، وهاجي هنا قبل الغرزة بتاعتي على طول، وهاجي بأمن كده الخيط. جي على طول هنضف الشغل بتاعي كده عشان خاطر ما انساش حاجه في الاخر وشغلنا يبقى نضيف. بس كده هندخل هنا كده اهو، تمام. وهاجي هنا زي ما قلنا في الراس بتاعت البيكو كده فوق، وهاجي اهو ادي الوحده التانيه اللي هشبك فيها، وابتدي ادخل. وقبل ما اشد الخيط خالص زي ما قلت لحضراتكم هندخل كده ونسحب الخيط ونأمن الغرزة بتاعتنا. كمان مرة هندخل كمان مرة، وممكن اهي هلف الخيط من هنا كده، هي هي نفس القصة مفيش اي اختلاف، انتي بس بتأمني الشغل بتاعك. وكمان مرة بس كده تمام. انا كده عملت ايه؟ شبكنا خلاص الوحدتين في بعض، شايفين حضراتكم. بعد كده اهوت انا همشي كده بالابره لغايه لما ابعد شويه عن الغرز، وبعدين افصل الخيط بتاعي. خلاص انا مش محتاجه كده اللون دوت. حابه اوريكم بقى الشكل، شايفين كده حضراتكم. طيب احنا كده اهوت عرفنا ازاي احنا شبكنا الوحده. بصوا حضراتكم الوحده جميلة جدا جدا، ما تفرقهاش انك كنتي شبكاها وانتي بتشتغلي الوحدات او انتي شبكاها بالابرة والخيط عادي خالص، نظيفة جدا. الطريقة نظيفة وسهلة ومتينة زي ما قلتلك. انا عاملاها بكذا ثلاث مرات انا مخيطاها علشان خاطر تبقى مظبوطة. ده طبعا الظهر بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، الظهر بتاعها نظيف جدا جدا علشان خاطر احنا بننظف الشغل بتاعنا اول باول. طيب هنا بقى انا حابه اقول لك كده على معلومه. دلوقتي احنا عندنا، احنا عشان خاطر نشبك احنا كانت عندنا الوحده بتاعتنا بتتكون من 12 بتله زي ما حضراتكم شايفين كده. خلوني كده اقرب، 12 بتله. خلينا نقول الاثنين اللي احنا شابكين فيهم دول 2 4 6 8 10 12 تمام. طيب انا لما باجي بشبك علشان خاطر دي طريقة سهلة جدا وانا بتبعها على طول معايا، انا بحب اشبك وامشي بالطول اللي انا عايزاه. سواء مثلا عايزة طول 5 وحدات فهبتدي اجي اشبك اول 2 هنا زي ما حضراتكم شايفين كده هشبك فيهم، وبعد كده هجيب الوحدة رقم 3 هنا هوت وهشبك في الاتنين دول تمام كده، وبعد كده الوحدة رقم 4 وهكذا. هاخد بالطول الاول، دي بتبقى طريقة سهلة جدا جدا. وبعد كده هوت امشي الصف رقم 2، يعني هتمشي بالترتيب 1 2 3. لو احنا ماشيين بالعرض، لو احنا ماشيين برضو بالطول هتمشي 1 2 3 4 لغاية الطول المناسب للمفرش اللي انت هتعمليه او الوحدة اللي انت هتعمليها. طيب دي كانت اول ملحوظة. تاني ملحوظة، واحنا بنشبك احنا بنسيب فسطونة كده او هنقول بتلة في النص ما بين كل واحدة وواحدة في التشبيك. يعني لو نلاحظ هنا انا شبكت الاتنين دول تمام كده قدام بعض، وبعدين جيت في الوحدة سبت البتلة دي ما شبكتهاش في حاجة، سبتها كده فاضية، وجيت شبكت الوحدتين التانيين زي ما حضراتكم شايفين كده، وجيت هنا في البتلة دي سبتها فاضية وشبكت الاتنين دول مع بعض، والوحدة دي سبت دي فاضية وشبكت 2
من هنا كده، وبالنسبه للوحده دي سبت برضو بتله فجر، يبقى انا عندي كل وحده هسيب فيها بتله. ليه انا سبت البتله دي؟ علشان خاطر انا هعمل وحده صغيره هنا اجمع فيها الاربع وحدات دول ويتشبكوا. ده شكل الوحده. اشكال الوحده كتير، تمام. اقرب شكل انا لقيته مناسب لوحده المفرش عباد الشمس دي، انا لقيت الدايره دي مناسبه جدا جدا، وهقول لكم دلوقتي انا عملتها ازاي وهننفذها مع بعض، تمام كده. خلينا نقول ايه، هنشتغل برضو خلينا نشتغل باللون الاصفر علشان خاطر التوضيح بتاع الفيديو والتصوير يبقى واضح. الوحده دي بتاعتي انا عملت ايه، عملت دايره سحريه زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام كده. وبعدين ارتفعت 1 2 3 سلسله، وده هيكون عندي اول عمود في الدايره. بعد كده هلف الخيط على الابره وادخل اعمل عمود بلفه، وبعدين عمود تاني بلفه. انا هعمل جوه الدايره دي 12 دايره، 12 يعني عمود بلفه كده، 3 4 5 هكملهم 12 وارجع لكم. انا كده عملت 12 عمود بلفه جوه الدايره السحريه بتاعتي، وهاجي هنا اسحب كده اقفل الدايره بتاعتي، وبعدين هنيجي هنا هو في ارتفاع السلسله رقم 3 في اول 3 سلاسل، هدخل كده واسحب بالشكل ده، يبقى انا قفلت الدايره بتاعتي. بعد كده مكان ما انا واقفه هاخد 1 2 3، وفي نفس المكان هنزل تاني اعمل عمود بلفه كمان، يبقى انا عملت اول 2 عمود بلفه، تمام كده. وهاجي بعد كده اهوت هعمل 2 تاني عمود بلفه، يبقى كل عمود هبتدي اعمل فيه تزايد 2 عمود بلفه، هيبقى عندي ال 12 عمود في نهايه الدور هيبقوا عندي 24 عمود. انا عملت كده التزايد 2 2 2 في كل عمود، تمام. هكملهم 24 عمود وارجع لكم. حبايبي انا كده خلاص خلصت، وزي ما حضراتكم شايفين كده انا عملت 24 الدور الثاني، تمام كده. وهنقفل فين؟ هنقفل هنا اهوت في ارتفاع السلسله رقم 3 في اول ارتفاع احنا عملناه في اول سلسله. وبعد كده هتأمني الشغل وهتقطعي الخيط، وهنيجي هنا اهوت هنفصلها كده، هنبتدي نوصل زي ما احنا هنوصل دلوقتي. خلاص احنا مش عايزين اللون الاصفر ده، كان علشان خاطر تعرفوا الورده شكلها ازاي. دلوقتي احنا هنا اهوت هنبتدي نشبك فين؟ في اللون البني، تمام كده. طبعا لو حابه الاصفر اوكي مفيش مشكله، لكن يعني انا حاسه ان البني ماشي كويس. هتجيبي نفس درجه اللون البني اللي هتشبكي بيها، تمام كده. وهنعمل كده اهوت، وهنقلب دي كمان كده على الظهر بتاعنا، وزي ما احنا قلنا هنيجي هنا كده في اي مكان وهنثبت اللون بتاعنا. عشان كده انا جبت لون بني علشان خاطر لما امشي بالخيوط جوه اللون ما يبانش. لو كنت جبت لون اصفر كان طبعا هيبان جوه اللون دوت من ورا، كان هيبقى منظره مش كويس. هتيجي هنا اهوت اول حاجه هنا كده في اول غرزه تقابلك، مفيش اي مشكلة خالص اهي. وبعد كده احنا هنشوف باقي الغرز. اول غرزة هنا هتاخديها كده مع اول بتلة اللي هي البيكو اللي احنا عاملينها في النص ده، هتاخدي الاتنين كده اهو هتشبكي كده، وزي ما قلنا نفس اللي احنا عملناه اهو كده، تمام. وهعملها كمان مرة، مش هكتر هنا في النص، مرتين اهي. انا كده اهوت خلاص، بصوا حضراتكم بطريقه نظيفه وجميله. همشي بعد كده همشي بمثابه 1 2 3 4 5 6 غرز، تمام كده، علشان خاطر اوصل للمكان اللي انا هشبك فيه الوحده التانيه اللي هي دي،
يا رب يكون يعني واضح كده. انا هنا اهو اهو واحد، وسبت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهاجي هنا رقم ستة، وهدخل هدخل الغرزة هنا كده تمام، وهاجي عند البيكو وادخل اسحب الخيط كده وهعدي من هنا كتأمين كمان مرة خياطة عادية خالص، وايه واشبك زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى انا كده شبكت رقم اتنين، وهاجي همشي هنا كده برضو تحت الغرز بتاعتي، هنمشي برضو بمثابة ست غرز بالشكل دوت. هنعمل كده قدامنا كده، وهنيجي هنا من اخر واحدة عملناها، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، دخلت كده في الغرزة رقم ستة، وهاجي هنا هوت في غرزة البيكو وهبتدي ادخل كده بالابرة كده، وكمان مرة وقفلت كده الشغل بتاعي كده. وبعد كده هوت هاجي هنا همشي برضو كده تحت الغرز بتاعتي بمثابة برضو كام غرزة، ست غرز تانيين، يعني انتي بتوسطني الغرز على كل بتلة علشان خاطر تطلع مريحة معاكي ومظبوطة، وتفردي كده هوت الشغل كده. وهنيجي برضو هنعد من هنا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هنزل تحت الغرزة كده وهاجي هنا هوت في الوحدة بتاعتي اهي، وابتدي اخيط خياطة عادية. شايفين قد ايه الطريقة سهلة جدا بتاعت التشبيك؟ الطريقة دي سهلة ممتازة، بحيث زي ما قلتلك كده لو انت بتعملي مفرش كبير وحدات هتقدري تعملي الوحدات منفصلة لوحدها، وبعد كده هوت تشبكيها مفيش اي مشكلة خالص، بطريقة سهلة وبسيطة جدا كلنا نقدر ننفذها، البنات المبتدئين والمحترفين، طريقة سهلة سهلة قوي قوي. بعد كده بعد ما خلصنا هنثبت الخيط بتاعنا كده تحت الغرز بأي شكل كده، ونبعد كده اهو شوية نجيب كده ونفصل الخيط. تعالوا بقى كده اهوت نشوف الوحده بتاعتنا، الوحدات بتاعتنا اتشبكت ازاي، وبقى منظرها كمان عامل ازاي. شايفين حضراتكم؟ شايفين في منتهى الجمال، جميله جدا جدا جدا. الوحده ما خدتش اي حاجه في التشبيك خالص، وجميله وتقدر تعيش معاكي، مش هتفك ابدا طول ما انت عاملاها بالطريقه الجميله دي. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو كان الشرح واضح عليكم، وتجربوه وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات تمام، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.